120 على 70، يا رب كلنا نبقى 120 على 70. لكن للأسف أول معلومة هتزعلنا، إحنا دولة فيها عدد ضغط الدم عالي جدا، مش هتصدقوا كام. الدراسة الكبيرة اللي اتعملت في تسعينيات القرن الماضي وعملها الدكتور محسن إبراهيم لقى إن 26% من المصريين البالغين عندهم ضغط الدم مرتفع، يعني الربع تقريبا. في القاهرة الكبرى والعواصم المزدحمة ممكن تلاقي النسبة توصل 30%. معقولة 30% عندهم ضغط الدم عالي؟ يعني كل ثلاثة في واحد منهم عنده ضغط دم مرتفع. طب ايه الخطورة في كده؟ الخطورة الحاجات اللي احنا قلناها، بيستهدف أعضاء كتير. طب ازاي هو ماشي ومش عارف؟ تعرفوا ان 50% من اللي عندهم الضغط مرتفع بيبقى ماشي وهو مش عارف؟ يعني واحد عارف والتاني ما يعرفش ان عنده الضغط مرتفع. وعشان كده بيقولوا على الضغط ايه؟ ما تزعلوش من الكلمة اللي هقولها، سايلنت كيلر او القاتل الصامت. القلب قاتل؟ القلب قاتل. ولذلك انا الصيحة اللي انا اطلقتها من كام سنة، رقمك حياتك او اعرف رقمك او فتش عن الضغط قبل ان يفتش عنك الضغط. يعني ايه فتش عن الضغط؟ يعني ما تستناش لما الضغط اللي يدور عليك، لان الضغط المرتفع لو دور عليك هيجيبك ضبط واحضار، يا اما بأزمة قلبية في استقبال معهد القلب، يا اما فشل كلوي في معهد الكلى، يا اما في معهد المخ والاعصاب بنزيف في المخ.